فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أو يكاد يكون إجماعا أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه لا ببصره، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا، وإنما هذا في الآخرة. نعم.